تبدو مدينة ديترويت للزائر وكأنها منطقة مهجورة. الشوارع الفارغة والمنازل التي خلت من ساكنيها تجسد صعوبة الأوضاع المعيشية وتأثير البطالة على سكان المدينة. فقد وصلت نسبة البطالة هنا إلى 15%، وهي من أعلى النسب في الولايات المتحدة. 450,000 عاطل عن العمل في ولاية ميشيغان يلجؤون الآن إلى مراكز مثل هذه، حيث ينتظر كل منهم دوره من أجل تحصيل التعويضات الشهرية التي تؤمنها الحكومة لهم، وهي المدخول الوحيد للعديد منهم. 9 months without a job, and part of it was hard because أنا عاطل عن العمل منذ أشهر، والأمر صعب لأني لا أملك سيارة، وأهلي باتوا يتذمرون، وهذا حقهم. فقدت عملي منذ عام وأحاول إيجاد وظيفة أخرى. ميشيغان، وهي مقر شركات فورد وجي أم وكرايسلر، خسرت آلاف الوظائف في القطاع الصناعي، خاصة خلال العام الماضي حين كانت الشركات الثلاث على وشك الإفلاس لولا خطة الإنعاش الاقتصادي الحكومية التي أسعفت هذه الشركات على المدى القريب. It is pretty dire. الوضع هنا رهيب، فأعداد العاطلين عن العمل والذين توقفوا عن البحث عن عمل يجعل الوضع مماثل لفترة الكساد في الثلاثينيات. الأزمة الحالية أثرت سلباً على الولايات الصناعية مثل أوهايو وميشيغان، وأخشى أن الوضع هنا سيزداد سوءاً خلال عام 2010. I think there is a real comparison to be made between this current crisis and the Great Depression. تحتوي ديترويت حالياً على 35,000 وظيفة في القطاع الصناعي، ويتوقع خبراء أن يتراجع عدد هذه الوظائف إلى 15 وظيفة خلال الأعوام المقبلة. ورغم هذه الأرقام يصر المسؤولون على مؤشرات إيجابية ستحسن الوضع الراهن. لحسن الحظ أنه خلال المعرض الدولي للسيارات هنا في ديترويت سمعنا أن شركات السيارات الثلاث في ميشيغان ستعيد تعيين الموظفين، إضافة إلى أن التركيز الذي نراه على السيارات المراعية للبيئة والمبادرات البيئية ستخلق وظائف جديدة، مما يجعل ميشيغان في مرحلة انتقالية. لكن الاعتماد على قطاع السيارات قد يشكل مجازفة من قبل المسؤولين، فالشركات الأمريكية تأمل أن تخلق الوظائف عن طريق الترويج لسياراتها الصغيرة والمراعية للبيئة في وقت لم تلقى هذه السيارات شعبية تذكر لدى المستهلك الأمريكي. قد تسجل بعض المدن الأمريكية تحسناً جزئياً في وضعها الاقتصادي، لكن الوضع هنا في ديترويت يبدو سيئاً، خاصة وأنه سيصعب على شركات تصنيع السيارات هنا من استعادة أكثر من 80,000 وظيفة كان القطاع قد خسرها خلال الأعوام الماضية. من مدينة ديترويت ولاية ميشيغان، جاسيل مور، بي بي سي.